والعرب من حيث الجملة أفضل من العجم. ولذا يقول الألباني رحمه الله: مع أنني لست بعربي إلا أن العرب أفضل من غيرهم. وهذا ليس بكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، لا، هم اختصوا بهذه الفضيلة لكونهم عربة. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام منهم زادهم شرفا على شرف. لكن هذا متى؟ إذا استوى الجميع في تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان العجمي هو المؤمن والآخر هو الكافر، فإنه لا فضل ولا شرف لهذا العربي. وإذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ولذا أبو لهب من العرب، أبو جهل من العرب، وهما في الدرك الأسفل من النار. لو قال قائل: ما الدليل على أن العرب في ذواتهم أفضل من العجم؟ الدليل ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. لو قال قائل: لو فاق الأعجمي العربي بالتقوى، من الأفضل هنا؟ العجمي.